الوغ الفكره ماشي ديالي، الفكره ديال المخرج هو هو اللي جاتو الفكره انه يتصور بالتليفون، لانه فيلم كيهضر على لي ريزو سوسيو وعلى لا في ديال الحياه ديال اون بلوغوز، وهو الفيلم صور بحال اون ستوري عليها سميتو ستوري، واللي كيحكي القصه اللي هي ستوري اوسي بالانجلي. كنلعب دور البطولة في الفيلم، وفي الفيلم اختاروا انه يكون السمية ديالي اسماء عمراني بحال السمية ديالي الشخصية. ما اختارينش لا فيغيتي انني ندخل المجال، اللي بيان سور كان عندي الرفض ولا انني نقبل، شي حاجه زوينه اللي كانت كتعجبني من دائما، ولكن المخرج هو اللي اختار انني نلعب هذا الدور. هذا أعمال مستقبلية ديجا تبروبوزاو عليا با مال دو بروجي بوغ لانستون، مي مازال ما هدرتش، مازال ما عطيت فيهم حتى شي حاجة، ولكن عندي دي بروجي بيرسونيل اللي ما عندهم حتى علاقة بالتمثيل. شوف انا ما عنديش راي خاص اللي نقدر نعطيه في هذا الموضوع هذا، لانه ما بين الرجل والمراه ما كيعرفوا حتى شي واحد شنو طاري، لانه شي حاجه دزت منها وانا عارفه شنو هي. كنتمنى ان شاء الله ليها التوفيق، وكنتمنى ان تدوز من هذه المرحله هذه بسلام، الله يخلي ليها وليداتها ويخليها لوليداتها ان شاء الله. ميرسي بوكو، وكنتمنى انكم تمشيو تشوفوا الفيلم، كنتمنى انكم يعجبكم الفيلم، والفيلم غادي يكون ان شاء الله في لي سال دو ميغا غاما، كازا، غابا، مراكش، طنجي، تيتوان الجديده، اي فاس. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.